أجرى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور حركة جزئية في سلك الولاد والولات المنتدبين، يتعلق الأمر بالسيدات والسادة. ولاية أدرار بهلول العربي، ولاية شلف جاري مسعود، ولاية أم البواقي تيبوترين زين الدين، ولاية باتنا مزهود توفيق، ولاية بسكرة أبي نوار عبد الله. أما ولاية البليدة فيتعلق الأمر بنويصر كمال، ولاية البويرة لكحل حيات عيات عبد السلام. أما ولاية تلمسان مرموري أمومن، ولاية تيارت درامشي محمد أمين، ولاية الجزائر شرفة يوسف، ولاية الجلفة بن عمار محمد، ولاية جيجل قلقال عبد القادر، ولاية سعيدة سعيود سعيد سيدي بالعباس ليماني مصطفى، ولاية قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، ولاية مستغانم سعيدون عبد السلامي. أما ولاية معسكر فيتعلق الأمر بصيودة عبد الخالق، ولاية برج بوعري ريج بن عبد الملك محمد، ولاية تندوف محيود يوسف، ولاية سمسيلت زكريفة محفوظ. أما ولاية خنشلة فيتعلق الأمر ب تم تعيين بوزيدي علي على رأس ولاية خنشلة، كما تم تعيين أيضا بمقتضى هذا المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، تم تعيين حاجي موسى عمر على مستوى عمر، أقول حاجي موسى حاجي مصطفى موسى عمر على رأس ولاية بازا. أما على رأس ولاية ميلا فمولاي عبد الوهاب. أما على رأس ولاية عين الدفلة يتعلق الأمر بالبار مبارك، وعلى رأس ولاية نعامة مدبدب إدير. نعم، هذا وعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الولاة المنتدبون الآتية أسماؤهم: ولاية دراريا أو ولاية الجزائر زروقي أحمد منعة، ولاية غردايا عيسات عيسى الولاية المنتدبة المنيعة بولاية نعم الولاية المنتدبة مقطع. نعم ولاية غردايا عيسات عيسى دراع الريش، ولاية عنابة بوشاشي وسيلة، ولاية جنات والولاية المنتدبة إليزي شلالي بوعلام. هذا وأنهى رئيس الجمهورية من جهة أخرى مهام الولاة والولات المنتدبين الآتية أسماؤهم: بكوش حمو ولاية أدرار، صادق مصطفى ولاية شلف، هجاس مسعود ولاية أم البواقي، محمد فريد ولاية باتنا، كروم علي ولاية بسكرة، بوعيش علي ولاية تلمسان، بنت واتي عبد السلام ولاية تيارت، ضيف توفيق ولاية الجلفة، فار بشير ولاية جيجل، لوح سيف الإسلام ولاية سعيدة، ربحي محمد عبد النور ولاية مستغانم، دلفوف هاجري ولاية معسكر، بالهجاس الغالي ولاية برج بوعريريج، العفاني صالح ولاية تيسمسيلت، بوشامة محمد ولاية تيبازا، عميار محمد ولاية مسيلة، بن يوسف عزيز ولاية عين الدفلة، هاجر محمد ولاية نعامة، مشري عز الدين ولاية غردايا. وبالنسبة للولاة المنتدبين: القوسم عمار دراريا ولاية الجزائر، حبيطة محمد درع الريش ولاية عنابة، ودحماني أحمد ولاية غردايا المنيعة. هذا إذن مشاهدينا فيما يتعلق بالحركة الجزئية التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في سلك الولات والولات المنتدبين، وهذا طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.